بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة وصفة هتخلي بشرتك تنور في الضلمة. الوصفة بتاعتي النهاردة هتفتح بشرتك، هتوحد لونها، كمان لو عندك أي تصبغات مع مداومة استخدام الوصفة هتختفي تماما. الوصفة حلوة جدا ومغذية جدا للبشرة، وكمان بترطب البشرة ترطيب حلو جدا. يلا بينا نبدأ ونشوف أول مكون. أول مكون يا بنات معايا معلقة من الحليب البودر أو الحليب المجفف، طبعا ده مغذي جدا للبشرة، غير ان هو كمان بيفتح البشرة بيوحد لونها. تاني مكون يا بنات هيكون معلقة من النشا او الكورن فلاور او المايزينا. النشا طبعا بتشد وكمان بتفتح البشرة. هضيف عليهم ايه بقى يا بنات؟ هضيف عليهم معلقة من الزبادي البلدي الطبيعي او الياغورت الطبيعي، ده معلقة من الزبادي. زبادي يعني ترطيب عميق للبشرة. بعد كده هضيف عليهم معلقة من ماء الورد او ماء الزهر، وهقلب المكونات. لو احتاجنا ممكن ازود زبادي او مية ورد. هقلب كده المكونات بتاعتي، ان شاء الله مش هنحتاج. خلاص يا بنات كده ده الوصفة بتاعتي النهاردة. هنستخدمها ازاي؟ طبعا على بشرة نظيفة تغسلي بشرتك كويس جدا بمية دافية علشان نفتح المسام، وهناخد من الماسك ده ونحطه على وشنا ورقبتنا وايدينا ونسيبه حوالي ربع ساعة، وبعد كده هتغسلي بشرتك بمية فاترة وعلى طول هترطبي بشرتك بأي كريم مرطب انتي بتستخدميه. بنستخدمها كم مرة في الأسبوع؟ بنستخدمها من مرتين لثلاث مرات، دوم عليها لمدة شهر وهتشوفي نتيجة حلوة جدا. الماسك ده سهل ومفعوله حلو جدا. بتمنى الفيديو يعجبك، ما تنسيش بقى تشجعيني باللايك، ولو كنت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس علشان يوصلك كل وصفاتي السهله والبسيطه. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.